A car moves to the east at a constant speed of v equals 8 meter per second for 15 seconds. راحت يمين بالسرعة دي constant لمدة 15 ثانية. It then stops momentarily and moves to the west with an acceleration 3 meter per second square for 10 seconds. في البارت A بيقول لي calculate the total displacement of the car، يعني رايح رد مع بعض، وهو رايح نقول دلتا اكس ايست بتساوي الفي نوت تي، انها كونستانت سبيد مفيش اكسلريشن. الدلتا اكس ويست فيها اكسلريشن، يبقى في نوت تي زائد نص اي تي سكوير. هنا السرعة 8 مع زمن 15، الفي نوت بصفر فكل ده طار، الاي بتلاتة والتي بعشرة سكوير، يبقى هنا 120 متر يمين، وهنا ده راح 300 × 2 150 متر يسار. يبقى الدلتا اكس توتال اللي هي الديسبليسمنت هتساوي بلس 120 مع ماينس 150، يعني ماينس 30 متر. ده البارت A. في البارت B calculate the average velocity for the car for the whole trip، عايز ال average velocity اللي هي مجموع الدلتا X على مجموع التي او الدلتا تي. هنا عندنا نفس الكلام ده حسبناه خلاص، ماينس 30 10 15 زائد 10، 15 هو رايح شرق و10 غرب، يبقى ماينس 30 على 25 يبقى ماينس 1.2 متر بير سكند. في البارت سي calculate the average speed of the car for the whole trip، عايز ال average speed، يبقى نقول مجموع ال distances على مجموع الأزمنة. هنا 120 زائد 150، مفيش سالب، لما بحسب ال average speed كل المسافات وكل الإزاحات تتحط قيم موجبة، على 15 زائد 10 يديني 270 على 25، يعني 10.8 متر بير سكند. A bullet thrown upward from point A on the ground at an initial speed 20 meter per second. When the ball is returning to the ground، وهي راجعة، What is its velocity at point B 15 meter above the ground. ده البارت A، يعني عندنا السرعة الابتدائية، عندنا الدلتا واي، عندنا الاكسلريشن، وعايز الفي النهائية V نوت سكوير 2 A دلتا واي. الدلتا واي ببوزيتيف 15، ال A بماينس 9.8، 20 سكويرد يبقى 20 تربيع ناقص 2 9.8 15. ناخد الجذر التربيعي، يبقى ال V بتساوي بوزيتيف نيجاتيف 10.3 متر بير سكند، بس هو عايز وهي نازلة، إذن ال V عند ال B هتساوي ماينس 10.3 متر بير سكند. في البارت بيقول how much time did it take the ball to go from A to B، برضو هي نازلة، هيكون في زمنين، زمن وهي صاعدة وزمن وهي نازلة، ناخد الزمن الأكبر، ده كان هنا مش عارفينه، نبدأ من الأول، عندنا الفي الابتدائية والدلتا واي عايزين الزمن، يبقى دلتا واي هتساوي في نوت تي مع نص A تي تربيع،
20، هنا 15. بنأكد طالما بدأ من تحت وطلع لفوق يبقى الفرق بالموجب ماينس 9.8. دي كده يبقى 4.9 تي سكوير، دي تيجي ماينس 20 تي زائد 15 يساوي 0. إذن تي إيكوالز هيطلع لي 80. سيلكت تي إيكوالز الأكبر طبعا، ده تي واحد وتي اتنين. تي واحد هو صاعد، تي اتنين وهو نازل. لو كان سأل وهي هنا كنت اخترت الأول يعني الأصغر، أو الأصغر يعني الأصغر والأكبر. نقول كده مود 5.3 4.9 ماينس 20 و15 ويساوي 3.1 و1 تقريبا 0.99 و3.1 سكند. هنختار الأكبر اللي هو راجع. The figure shows two vectors B and C along with their magnitudes and directions. The vector D is given by B minus C. What is the magnitude of vector D? اللي هو B ناقص C. لو نجيب BX BY CX CY وبعدين نشوف. ال BX تساوي ال BY ال CX ال CY. بعدين نجيب ال DX ال DY. بعدين نجيب ال D اللي هو DX سكوير بلس DY سكوير. هو بيسألني على الماجنيتيود كده خلصت. What angle does vector D makes with the X axis؟ يبقى معنى كده هجيب كمان الثيتا. طيب ده البارت ايه؟ البي اكس في اتجاه الماينس 5.6، عارف الزاوية يبقى كوساين 33. البي واي ماينس 5.6 ساين 33. السي اكس في اتجاه الاكس بوزيتيف 4.8، مش عارف الزاوية يبقى ساين. اتجاه الواي ماينس، عارف الزاوية يبقى كوساين 22. الدي اكس نطرح ده ناقص ده يبقى ماينس 5.6 كوساين 33 ماينس 4.8 ساين 22، اداني ماينس 6.5. وهنا ماينس 5.6 ساين 33 ماينس ماينس يبقى بلس كوساين 22، اداني 1.4. نجيب الماجنيتيود 6.5 سكوير، جذر التربيع للانسر يبقى 6.5. ده البارت ايه. البارت بي احنا عندنا سالب مع موجب، يبقى كده ربع سالب مع موجب ثاني. طالما ربع ثاني يبقى نقول الثيتا بتساوي 180 ناقص شيفت تان الواي اللي هو 1.4 الاكس 6.5 وبدون اشارات يساوي 168. Two blocks are connected with a massless rope and rest on a frictionless surface. They are pulled by a force 100 newton that's applied on M1. Given M1 8 kg, M2 10 kg, you will find the tension force T between the two blocks. أنا ما عنديش الأكسلريشن، فالأول نجيبها. أقول
ادرس الجسم او السيستم از هول، اقول سيجما الاف اكس تساوي سيجما الماس في الاكسلريشن. الفورس ما عندناش غيرها 100، مفيش فريكشن. 8 زائد 10 يبقى اقول 100 على 18، يبقى الاكسلريشن 5.56 متر بير سكند سكوير. دلوقتي اقدر اجيب التنشن، ادرس بس الجزء ده او الجزء ده اللي انت عايزه. هقول سيجما مرة تاني الاف اكس تساوي ام ايه، مرة دي ام ايه اللي هدرس جسم واحد، فاما اقول اف ماينس تي يساوي ام واحد في ايه، او اقول التي طبعا ده او ده يساوي ام تو ايه. في الحالتين يطلع طبعا نفس الجواب، هنا 8 وادي الاكسلريشن ودي 10. فلو 10 × 5.66 اذا التي هتساوي 55.6 نيوتن. طب ولو هنا هقول 100 ناقص 8 × 5.56 يطلع طبعا نفس الجواب 55.6. ده البارت A. في البارت B what is the net force acting on M2، هقول كده ال F net هتساوي M2 في ال A. ال M2 اللي هي 10 والايه اللي هي 5.56، وهنكتشف ان هيطلع نفس القيمة 55.6 نيوتن. طب اشمعنى؟ لان مفيش اصلا على الام 2 تأثير غير من التنشن تي. The two blocks in the figure are connected by a light string. The pulley is ideal and the coefficient of kinetic friction between block 1 and the table is 0.1. If M1 8 kg, M2 12 kg, find the acceleration of the two blocks after the system is gently released and has begun to move. يعني عايز الاكسلريشن. طبعا الاكسلريشن بالمنظر ده عمرها ما هتبقى كده. ده الوزن اللي بينزل. عندنا M2G وهنا في فريكشن. هنا طبعا في M1G. وهنا في رد فعل N. وهنا في ميو ان، هي معادله واحده. سيجما الفورس هتساوي سيجما الام في الاي والاكسلريشن بالمنظر ده. الفورس اللي بتنزل ام 2 جي اللي بتعارض ميو في ام 1 جي، لان ميو ان والان بتساوي ام 1 جي، بتساوي مجموع الكتل اللي بتنزل في الاكسلريشن. تعالوا نعوض كده، ام 2 ب 12 والميو ب 1.1 والام 1 ب 8 يبقى 8 زائد 12، يبقى 12 9.8 ناقص 0.1 × 8 × 9.8 تقسيم 20 5.5 متر بير سكند تربيع. A block is given an initial speed of V naught 10 meter per second up an incline as shown. F mu k 0.1 وثيتا 30 degree. في البارت A بيقول لي find the acceleration of the block while moving up. وهو طالع لفوق أو حتى نزل لتحت بغض النظر في ام جي ساين ثيتا دايما مع الميل لتحت، خالصين من الموضوع دايما من غير بغض النظر عن الاكسلريشن فوق تحت، بغض النظر عن الحركة فوق تحت ما يفرقش. الام جي ساين ثيتا دايما في اتجاه الميل لتحت، ودايما عمودي على الميل ام جي كوساين ثيتا غير ما تفكر. يبقى ام جي ساين مع الميل لتحت ام جي كوساين عمودي على الميل لتحت، مقابلها في ان
وبعدين بقى تشوف الحركة. الحركة لفوق ده ال V نوت، لكن مفيش أي قوة غير القوتين الاتنين دول والاتنين دول لتحت، يبقى أكيد الأكسلريشن لتحت. فأقول سيجما الإف في الاتجاه ده اتجاه الأكسلريشن يساوي الإم في الـ A. عندنا لتحت مع العجلة إم جي ساين ثيتا، وفي فريكشن اللي هو ميو في إن، يعني ميو والإن بتساوي إم جي كوساين ثيتا. الكلام ده بيساوي ام اي. واضح كده ان الام مش محتاجينها في حاجة. يبقى الاكسلريشن 9.8 ساين 30 مع 0.1 في 9.8 كوساين 30. يبقى الاكسلريشن بتساوي 5.75 متر بير سكند سكوير لتحت، اتجاه القوة لتحت والاكسلريشن لتحت. بس الحركة اللي فوق، نرجع بقى لشابتر 2، بيسألني how far up the incline does the block move before it stops momentarily. يعني هيجي فوق هنا ويروح يتوقف، خلاص تهد حيله هيوقف، وبالتالي الفي النهائية بتساوي صفر. شابتر 2، الفي النهائية بتساوي في الابتدائية تربيع زائد 2a في المسافة دلتا اكس. هيوقف فوق، والسرعة الابتدائية كانت ب10، والاكسلريشن عكس الحركة نحطها سالب لأنها عكس الحركة، يبقى 100/2 على الاكسلريشن، تبقى الدلتا اكس اللي هتوقف بعدها لحظين قبل ما ينزل 8.7 متر.